بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل شويه حلويات هيعجبوكم قوي قوي قوي. هنعمل كيك بدون بيض، وكمان هنعمل تارت كده بالجلاش والموز، وهنعمل المدلعه. حاجات بسيطه لذيذه، مكوناتها بسيطه وهتعجبكم جدا، وطعمها احلى مما تتخيلوا. بس قبل ما نبدا عايز اذكركم بصفحتنا اللي بتظهر قدامكم على الشاشه. ابعتوا لنا كل اللي انتم عايزينه، لان احنا بناخد منها وبننفذ لكم عمل. انتم عارفين ان طلباتكم اوامر. يلا بينا نقول طلب مقادير الكيك اللي بدون بيض. كيك بدون بيض، كيك بدون بيض هنشوفه دلوقتي معانا، وهنشوف هنعمله ازاي، وطعمه حلو جدا جدا جدا. مقاديرنا بسيطه جدا، هي عباره عن 350 جرام من الزبده، وكمان 350 جرام من الدقيق، و200 جرام من السكر، و3 معالق كاكاو، وكوبايه من الشوكولاته الشيبسي، وكوبايه لبن، ومعلقه من البيكنج باودر، وشويه جناش كده عشان نغطي بيهم، وفستق نجمله بيهم، والحاجات اللي انتوا عايزينها للتجميل مفيش مشكله. يلا بينا نشتغل على طول. اول حاجه هنجيبها، هناخد الزبده بدرجه حراره المطبخ، ننزلها كده. طبعا انا مش عايز ادوب الزبده زي ما انتم متخيلين في كل الحاجات البسكوتات، لكن ده هندوبها زي ما هنقول تدوب بسيط. هنحط عليها كمان ال 200 جرام سكر، ونشغل مع بعض كده بالراحه اهو. نفضل ندوب السكر اهو، ندوب مع بعض السكر لغايه ما الزبده والسكر يبدا يدوب شويه. وهو بيدوب كده هنعمل ايه بقى؟ هنحط عليه اللبن شويه بشويه. يبقى انا دلوقتي خدنا الزبده وخدنا عليها السكر وزودنا السرعه شويه، وبعدين هننزل باللبن زي ما قلنا شويه بشويه، معلقه كده او معلقتين شويه بشويه كده لغايه ما نخلص كل كميه اللبن. عايز كل الخليط يدوب مع بعضه اهو. طيب هستنى شويه عليه، وهنجيب حروف العجان بتاعنا علشان كله يبقى دايب مع بعضه. طب انا حطيت دلوقتي يا جماعه اللبن ليه؟ علشان عايز ادوب السكر يبقى ناعم خالص، يبقى ناعم خالص معانا. تمام اهو، نجيب كل حروف الزبدة كده ونشغل. طبعا اللبن فيه مادة دهنية هتتحد مع الخليط بتاع الزبدة والسكر، وهتشوفوا دلوقتي شكلها عامل ازاي. بالراحة بننزل تاني ونشغل. حلو قوي، ازود السرعة شوية كمان، وما ضفناش لبن في نفس الوقت. بقى هناخد الكاكاو اهو، نحطه على ايه؟ على الدقيق، ونحط عليه البيكنج باودر، ونخلطهم مع بعض بشوكه كده عشان يتحدوا مع بعض. يبقى كل الخليط فيه كاكاو وكل الخليط فيه بيكنج باودر، يعني ما يبقاش فيه ذرات من البيكنج باودر في حته لوحدها والدي ما فيهوش. ممكن ننخله بمصفى سلك، ممكن ننخله بمصفى سلك. تمام كده بالراحه مع بعض. بعد الخليط ما كله داب مع بعض اهو، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح نزود تاني شويه لبن، هنزود شويه من اللبن مع بعض كده، ونزود السرعه شويه. لو بصينا هنا هنلاقي ان الزبده مع السكر مع اللبن بداوا يبقوا خليط واحد. ههدي وارجع ازود شويه لبن حوالي معلقتين، ونزود السرعه تاني. جميل، لغايه برضو ما يتشربوا، يعني الزبده والسكر يتشربوا الخليط مع بعضه كده، يبقى كله متجانس مع بعضه. تمام كده، هنزود تاني اللبن، وبعدين العجينه بتاعت الكيك ده بتبقى شويه مش سايله، شويه متماسكه يعني. تمام، بس طعمها احلى مما تتخيل. تمام كده، ممكن نركز هنا الغطا عشان ما نمسكش حاجه بره، ونزود السرعه. خلاص
زي ما انتم شايفين اهو، زي ما انتم شايفين هرفع بقى بالراحه خالص، وبعدين نضيف الدقيق مع البيكنج باودر مع الكاكاو دفعه واحده اهو. طيب شيف يسري، في الكيك بنعمل ايه لما بيحصل على الفوليوم العادي؟ بنعرف ان احنا نزود الدي واحده بواحده. لا مفيش مشكله، احنا بنضيفه هنا مره واحده وهنفق كله مع بعض كده، بس على سرعه بطيئه علشان يتشرب مع بعض اهو. لو انا جيت فوجئت بان العجينه بتاعتي ناشفه شويه، ممكن ازود شويه لبن، لقيتها مظبوطه يبقى خلاص هتبقى معانا زي الفل اهو. بصوا بقى هنا، ازود السرعه وانا مطمئن، زود كمان، وبعدين هنا زي ما انتم شايفين كده بقى هضيف عليه بقى الشوكولاته الشيبس في الاخر اهي كده. خلصنا، نعتبر خلصنا. درجه الحراره بتاع الفرن بتاعنا 180 درجه، وهنسيبه في الفرن من 35 ل 40 دقيقة، بكرر تاني، من 35 ل 40 دقيقة، يعني مثلا ما جيش بعد 10 دقايق كده شم الريحة طلعت معانا، أقوم جاري فاتح، يقوم جاي هبطانا الكيك بتاعنا. وبقى طبعا أنتوا عارفين لو هبطت معانا خلاص، فأنا عايزها تطلع بشكلها اللي أنتوا هتشوفوه، حاجة كده جميلة وطعمها حلو جدا، وفي الآخر بمنتهى البساطة هنرفع ونجيب بقى اسباتولا كده. تمام، بطلنا خالص اهو، هنرفع بالراحه ونشيل دي مش عايزينها، وهننزل كل الخليط ده بالراحه كده. انا قلت لكم العجينه بتاعتنا بتبقى عباره عن عجينه متماسكه مش سايله خالص. وبعدين هنا انا عامل فورمتين هحط فيهم الخليط بتاعنا. الفورمه الاولانيه هي فورمه كده مدوره عامله زي بتاعه التشيز كيك، بس انا حاطط هنا ورقه زبده اهو، يعني رفعت، اوريكم ازاي. طيب واحده اهو بالراحه، باجي كده اعمل فتحه على قد دي زي ما انتم شايفين، واضغط عليها ياسر شايفينها اهي، وبعدين بنزل هنا بالداير بتاعي والفه كده، تبقى معايا كده محميه بحيث ان انا لما اجي افك هنا ما تلزقش تحت. لو انا ما عنديش بقى ورقه زبده ومستعجل، هندهن الفورمه كلها ماده دهنيه ونعفرها بالدقيق. وانا عامل فورمه ثانيه مربعه كده شكلها شيك، لو انا مثلا عايز اقدمها لحد كده او حاجه، يعني احنا عندنا كل الحاجات دايما بنحب نوريكم تكنيك الحاجات ببساطه. وهنبدا نرفع مع بعض الخليط ونملاه، نجيب معلقه عشان تساعدنا، وناخد برضو كميه من الخليط ونلف اهو ونملى. وبعدين بعد ما هنملى خالص كميه الخليط دي كلها في الفورمتين، هندخل الفرن زي ما قلنا 180 درجه 35 40 دقيقه، واحنا ان شاء الله هنطلعها ونوريكم شكلها ان شاء الله، هنلحق ونوريكم شكلها ان شاء الله اكيد. تمام اهو، هنا بقى هاخد شويه بتوع الفورمه الصغيره عشان ما ننساهمش، هي تكفي الاثنين اه تكفي الاثنين. وبعدين بعد ما خدنا كده شويه بتوع الفورمه نكمل هنا ونفرد. اضغطوا ما تخافوش، اضغطوا عليها كده اهو عشان تملى معانا كل حروف الفورمه او الصينيه بتاعتي. طب انا ما عنديش صينيه زي دي يا شيف يوسف، ممكن اعملها في صينيه مدوره؟ اه عادي جدا ما فيش مشكله، عايز اعملها في اي في قالب، ممكن في قالب، كل اللي انتوا عايزينه سهل جدا، يعني ما توقفوش المسائل اهو. تمام، ودي فردناها. كيك بدون بيض لذيذ قوي، هيعجبكم جدا وطعمه تحفه. هنيجي هنا نضغط على دي بقى نفردها ونملى الحروف. بمجرد ما بتخش الفرن بتبدا الخليط بتاعنا يبدا يفرد معانا ويملى الحتت دي الفاضيه اللي في الفرن اهو.
خلصنا كده هنروح نودي الفرن وبعد كده نوريكم شكلها ان شاء الله. بالراحه حبيت اوريكم بس شكلها وندخلها في الفرن درجه الحراره 180 زي ما قلت لكم، وهنوريكم شكلها ان شاء الله بعد ما تستوي معانا اهو. شايفين دخل الفرن اهو ونقفل عليها درجه الحراره تكون الفرن قبلها والع بفتره. تعالوا بقى نعمل مع بعض حاجه جميله قوي، هنعمل مع بعض تارت من الجلاش بالموز. بس قبل ما نعمل تارت الجلاش تعالوا نجمل القطعه اللي انا عاملها المربعه دي. لو بصينا هنا شايفين ده الوش، ده الوش بتاع الكيك اهو. انا مش عايز الوش ده حروفه كده يعني متعرجه، يا ممكن اقطعه يا ممكن الفها على الناحيه الثانيه ونجيب صينيه. وانا عامل جناش وقلنا على الجناش بتاعنا قبل كده وعملناه، بس الجناش ما يكونش بدا يتجمد معانا. وانزل اهو عليه، يلا بينا يلا يا ياسر، شايفين الجمال اهو. ونملى الحروف خالص. طيب الزياده دي اللي بتنزل هتروح فين؟ هرجع استعملها تاني، ما برميش حاجه، عشان كده انا حاطط صينيه وحاطط شبكه عشان استغل كل الزيادات معانا. ينفع ان انا اقدمها في مناسبه، الكيك ده اهو ينفع ان احنا نقدم في مناسبه. تمام كده. بس نملى الحروف ما نخليش ولا حته باينه معانا اهو. طبعا عشان الجناش لسه ما جمدش معانا فنازل سايل معايا اهو بنلفها كلها كده عشان ما يبقاش فيها حتت فيها فراغات. والزياده دي ما برميهاش، الزياده دي هعمل فيها ايه؟ هقول لكم دلوقتي. بعد ما هناخد الزياده دي وتجلس معانا ويبقى شكلها بالشكل اللي هتشوفوه، هنعمل فيها ايه؟ شويه كريمه مخفوقه واحطهم على الوش بتاعنا. بس اجي اخبط كده التخبيطه دي عشان شايفين الحته دي تتعدل معانا. تمام؟ بتنزل كل الزيادات ودي تتفرد معايا بالراحه خالص. واسيبها تجلس شويه، بعد ما تجلس شويه اكون محضر زي ما قلنا شويه كريمه احطهم على الجناش وناخد روزتات مش كتير بقى هنا. اهي. تمام. وبألف هنا وشفا. اهو. عايزين نحط شويه من الفستق زي ما قلنا في النص. بالهنا والشفا. انا حبيت اوريكم بس شكل التقديم وشكل التجليس وكل حاجه بنعملها مع بعض، وفي الاخر هوريها لكم في الاخر احنا عاملين المدوره شكلها ايه والمربعه شكلها ايه. دي طبعا لما يكون عندي ضيوف ممكن تتقسم نصين للضيوف، تتقسم اربعه زي ما انتم عايزين. بالف هنا وشفا. تعالوا مع بعض بقى نعمل التارت بتاعنا الجميل. تارت عباره عن جلاش وموز وكريم باستري. بس كده اه، بس كده. هنقول مقاديره وبعد كده نشوف هنعمله ازاي. مقاديرنا عبارة عن لفة جلاش، لفة جلاش، وكمان عندنا كوباية من الزبدة السايحة وكوبايتين من الكريم باتسري الجاهز وهقول لكم بنعمله ازاي، وعندي كمان كيلو من الموز، نص كوباية من السكر ومعلقتين من الزبدة، وكمان عندنا نص كوباية من صوص الكراميل الجاهز وشويه فستق. ابسط من كده مفيش. طبعا احنا عندنا ايه الموز موجود في السوق ورخيص جدا، فعشان كده احنا هنستعمل الموز بتاعنا. هنقطعه قطع دلوقتي، انا ما رضيتش اقطعه غير لما ساعه الهواء يعني. هرجع اشيل دي خالص ونيجي هنا عشان نقطع مع بعض براحتنا زي ما هتشوف. الفورمه دي هعمل فيها، لو انا هعمل فيها هستنى عليها خالص لما تبرد واشيلها تاني. لكن لو عندي فورمة هي تحتها قاعدة متحركة هحطها برضو وهستعملها عادي جدا. يبقى أنا لو هعمل في فورمة زي دي هسيبها لما تبرد خالص واشيلها، وهقول لكم ممكن نقطعها ازاي ونعمل لها شوية كشكشة كده بشكل لذيذ. كل الحاجات دي هنعملها مع بعض. هنجيب الجلاش، وزي ما نصحتكم قبل كده ان الجلاش ما نستعملوش غير في ساعتها، يعني ما نشيلش من عليه البلاستيك ده غير في ساعتها. عشان كده بنعمل ايه؟ بنفتح البلاستيك اهو. هنحط كام طبقه؟ زي ما انتوا عايزين، 3 4 5 7، بس مش اقل من 5 6 يعني. بس لو حابين تخلوا شويه الجلاش اخف
مفيش مشكله. هنيجي هنا، انا طبعا حاطط طاسه على النار تسخن اهي، طاسه على النار بتسخن معانا. اول ما هتسخن معانا هنحط السكر بتاعنا عشان يكرمل وهنسيبه. ونيجي هنا ناخد بقى الزبده ندهن كل الحروف بتاعه الفورمه بتاعتي. الله ينور يا ياسر اهو، تمام. وبعدين ناخد لفه من الورقه من لفه الجلاش، ورقه واحده، ونخرجها كده، ندخل ربعها بس ونضغط، تمام. وناخد هنا على الحته دي شويه من الزبده السايحه، وبعدين ناخد ورقه تانيه بالراحه خالص اهو، وناخدها هنا. انا بخلي حروف بره اهي، هقول لكم ليه. وبعدين برضو شويه زبده سايحه، نكرر لغايه ما يتملي معايا كل الخليط ده، وفي حروف بره ظاهره معانا شايفين. بس بكل مره بندي شويه زبده احنا مع بعض اهو ببساطه، علشان نشوف احنا هنعمل ايه في الاخر شايفين. نفرد، بيبقى في ربع الورقه الجلاش جوه بس والثلاث ارباع بره. وبعدين نيجي هنا نحط هنا، لو اتقطعت مفيش مشكله خالص، ناخدها كده على مرتين اهو. بعدين ندهن برضو، وبعدين نيجي هنا بنكرر، ناخد بقى واحده في النص كده عشان تمسك لي كل حروف الجلاش بتاعنا، تمام كده اهو. وبعدين ناخد تاني شويه. الحاجات اللي انا بخرجها بره دي هي اللي هتعمل الشكل في الاخر، شكل التارت بتاعنا في الاخر. يا اما نكشكشها كده وتبقى شكلها هتشوفوه، يا اما اقفل عليها خالص، اقفلها خالص وافتحها بسكينه، يعني اللي انتوا عايزينه. هوريكم دلوقتي هنعمل ايه اهو، تمام. نحط شويه زبده مع كل مره، السكر بدا يكرمل اهو، لو احنا لاحظنا شايفين لونه. اول ما هيكرمل معايا هضيف عليه اهو، شايفين السكر عمل ايه؟ كرمل معايا. اول ما يكرمل معانا كده هضيف عليه دلوقتي، بس بعد يعني يدوب كله، يدوب كله اهو. حلو قوي، هضيف عليه الزبده وارفعه من على النار. ليه بقى ارفعه من على النار؟ عشان الزبده تسيح معانا على بال ما نقطع مع بعض الموز، كمان كده اهو بالراحه خالص. وبعدين بعد ما هنقطع كده، بعد ما ندوبه خالص اهو، خالص شايفين بقى عامل زي صوص الكراميل، بس سميك شويه. وهسيبه على جنب كده لغايه ما نقطع الموز شرايح كده ونضيفه عليه واحده واحده، بس هسيبه على نار هاديه، تمام. نرجع تاني للجلاش، احنا حطينا كام واحده؟ كميه، ناخد كده اهو اخر واحده، وبعدين نزود شويه سمنه او زبده زي ما انتوا عايزين. وبعدين نيجي هنا ناخد الكريم باتسي. طيب الكريم باتسي ده انا عملته ازاي؟ كل كوبايه من الكريم باتسي الجاهز اللي بيتباع في الاسواق بتاخد كوبايتين حاجه سايله، لبن، ميه. لو انا عايز اعمله بالبرتقال احط كوبايتين عصير برتقال، لو انا عايز اعمله بالمانجا احط كوبايتين عصير مانجا، لو انا عايز اعمله مثلا بالفراوله بحط كوبايتين من عصير المانجو كده. ونلف نلف نلف كله مع بعضه، وبعدين ناخد الزيادات دي كده عشان تبقى كلها متساويه، وناخد خليط الموز اهو. بصوا بقى هضيفه على الكراميل ده ونقلب لغايه ما يكرمل معايا. يعني ايه يكرمل معايا؟ يستوي معايا شويه اهو. بصوا بقى ما شاء الله، ده من الحاجات الرائعه. طيب احنا بس هنعمل ايه بقى؟ هنستنى عليه بقى. طبعا اما بعمل اي نوع من انواع الجلاش، لما بعمل اي نوع من انواع الجلاش
بيبقى محتاج ان احنا نحط له شويه من السيرب. لا احنا مش هنحط شويه سيرب بقى، احنا هنحط المره دي صوص كراميل، لان مش هو مش محتاج. يعني انا عندي هنا سكر موجود مع الموز، والموز اصلا فيه شويه حلويات، والكريم باستري فيه سكر، فانا مش محتاج احط سيرب عشان ما يبقاش تقيل قوي. انا بفضل اقلب. بصوا بقى، لو بصينا هنا على صوص الكراميل اللي احنا عملناه بالزبده، بدا يدوب مع الموز. هو ده الصح، هو ده اللي انا بتكلم عليه. هو انا هدوب الموز خالص لغايه ما يستوي؟ لا خالص، اول ما احس مع بعض كده ان هو بدا الموز يستوي شويه اهو، تمام، يبقى كده بالشكل ده اهو، شايفين اهو، يبقى بالشكل ده خلاص هو كده استوى اهو. هشيل ده اهو، شايفينه؟ حلو قوي كده، الموز استوى والكراميل عندي زي الفل. هاخد اصب ده على ده، اوزعه على الكريم باستري. شايفين الجمال والطعم؟ انتوا اللي هتحكموا عليه. حاجه كده روعه الروعه. نفرد عشان نغطي كله، وبعد كده نجيب الخليط بتاعنا اللي هو بتاع الجلاش بقى، ونقفل هنا كده شويه. شايفين انا بقفل ازاي؟ زي ما بنقول بنعمل لها كشكشه كده، تمام. يا اما اقفلها كلها واغطيها، وبعد ما اغطيها بحصل ايه بقى؟ بيحصل ان احنا بقى نقطعها بسكينه، بس الكشكشه دي بتديها شكل حلو قوي، وهتشوفوها دلوقتي. واحنا هناخد بس شويه زبده او سمنه في الاخر عشان نرشهم فوق الجلاش بتاعنا ده بعد ما بنعمله. شايفين الشكل ده؟ كل الورق الزيادات اهي كلها، تمام. وبعدين هناخد ده ندخله الفرن في البدايه على ارضيه الفرن، وبعد كده نبقى نشيله من ارضيه الفرن، عشان طبعا انا عندي جلاش تحت عايز يستوي شويه اهو. خلاص كده اهو، هنرشرش على الوش شويه من الزبده السايحه او السمنه، والشكل زي ما انتم شايفينه اهو. واحلى تارت ممكن تاكلوه. طب ايه اللي محتاج يستوي؟ انا عندي طبعا الموز مستوي، وعندي كمان الكريم باتسري بتاعنا مستوي. انا محتاج اسوي الجلاش، ولكن زي ما هتشوفوا بسرعه فين بقى؟ في ارضيه الفرن. مش هخلي فيه زيادات باينه خالص غير الشويه اللي احنا قلنا عليهم المكشكشين دول. ونجيب هنا صينيه وندخل الفرن اهو، حلو قوي. وبرده ما تخليش درجه الحراره عاليه، وسيبوه لما يبدا الجلاش يستوي من فوق وتحت، وهنشوفه مع بعض دلوقتي بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. بألف هنا وشفا، حاجتين عملناهم دلوقتي احلى من بعض. هنقفل وبعدين هنستأذنكم نلملم الحاجات دي كلها، ونرجع نعمل مع بعض احلى مدلعه بسيطه لذيذه هتعجبكم. حد شاف اي مكان؟ لان الجديد والممتع دايما هتشوفوه مع الشيف يسري، برنامج مطبخ الحياه على قناه الحياه، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عملنا مع بعض تارت الجلاش اللي خلاص ده دخل في السوى، هنوريه لكم دلوقتي. وكمان عملنا كيك بدون بيض حلو قوي. تعالوا بقى نعمل المدلعه. المدلعه اساسها ايه؟ بسبوسه وكنافه. فاحنا هنعمل مع بعض البسبوسه والكنافه، هنشوف المقادير، وبعد كده بعدها هنجلسها بالكريمه ونعمل لها الحاجات الاشكال اللي انتم بتشوفوها دي، هتبقى معانا زي الفل. مقاديرنا بسيطه زي ما انتم عارفين. عندنا البسبوسه هي عباره عن نص كيلو من دقيق السمولينا، نص كيلو من دقيق السمولينا، عليه كوبايه الا ربع سمنه، وكوبايه لبن دافي، وكمان عندنا نص كوبايه ونص من السكر، ومعلقتين كوبايتين سيرب، انا اسف، كوبايتين سيرب دافي، يعني السيرب لازم يكون سخن. اما الكنافه عباره عن نص كيلو من الكنافه، نص كوبايه من السمنه السايحه، وكمان عندنا نص كوبايه من السكر الباودر، وكوبايه سيرب تقيل، وكوبايتين من الكريمه المخفوقه، وكمان فراوله او توت. يعني هوريكم الطريقه بتاعته بعد كده بنعمله ازاي، عشان نعمل فراوله مركزه هقول لكم نعملها ازاي. يلا بينا نشتغل في البسبوسه، وبعدين نشتغل في الكنافه، وبعد ما نشتغل في الاثنين هقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه
الغلطات اللي بنغلطها في البسبوسة. هنحط ده كده النواشف، يعني الحاجة الناشفة هنا، نحط عليها عفوا السكر. يبقى حطينا هنا زي ما قلنا السيرب، السمولينا عليها السكر اهو. وهنا بقى ثلاث حاجات يكونوا دافيين، ثلاث حاجات دافيين. عندي سيرب نص كوباية، وعندي كمان ثلاث ارباع كوباية من السمنة، وعندنا هنا زي ما بنقول كوباية لبن دافي. كوباية لبن دافي هدوب كله مع بعضه في بولة اهي. الأول زي ما قلنا ادي اللبن، وبعدين عليه السيرب التقيل، وبعدين السمنة. نقلب كده. بصوا بقى الغلطة بتاعتنا ان احنا بنغلطها دايما، ان احنا لما بنحط، ممكن احط جوز هند هنا، ممكن احط جوز هند. اول ما بحط كده الخليط السائل على الخليط اللي هو الناشف بنقعد نعجن، عشان كده بتطلع معانا البسبوسة ناشفة. انا بس بقلبها مع بعض التقليبة اللي انتوا شايفينها دي اهي، شايفين تقليبة واحدة بس ما بعجنش. بعد ما خلطتها كده مع بعض نعمل بقى ايه؟ نحط الخليط ده في الصينية بتاعتي، صينية مدهونة بشوية من السمنة. تمام؟ ناخد كده الصينية تكون مدهونة، نفضي فيها الخليط بتاعنا اهو. عايز ابص بس على الجلاش والكيك بتاعنا زمانه طلع، ونفرد طرية. عارفين يعني ايه طرية؟ يعني الخلط، الخلطة دي او الخليط ده مش ناشف. واحنا عملنا البسبوسة قبل كده من مدة وكانت جميلة جدا. عندي السيرب يكون عندي جاهز. يعني ايه جاهز؟ يعني السيرب يكون عندي موجود سخن على النار، مقداره كوباية ونص من السكر، كوبايتين من المية على النار. اول ما يغلوا بديهم عصرة ليمون، واسيبهم لما يطلعوا معانا على نار هادية. ساعة ما بصوي البسبوسة واطلعها بديها السيرب التقيل ده. بقى في الحالة دي لازم احنا نضغط عليها كده بايدينا عشان تبقى متساوية. يعني بصوا بقى الشكل عامل ازاي اهو. احلى بسبوسة ممكن تاكلوها. تمام، لازم تكون الصينيتين بتوعنا قد بعض، الصينيتين بتوعنا يكونوا قد بعض. بساوي الحروف عشان ما تتحرقش معايا اهو، اهو زي ما انتم شايفين اهو. وانتوا عارفين المدلعه عباره عن بسبوسه وكنافه فقط. خلاص هناخد دي ندخلها الفرن زي ما قلنا، بس هنطلع زي ما قلنا هنا الكيك بتاعنا اهو. الله الله الله، ايه الحلاوه دي يا جماعه؟ بصوا شايفين شكل الجلاش. بستنى عليه يهدى شويه، وبعد ما يهدى معايا شويه، بعد ما يهدى معانا شويه كمان بناخد ايه بقى؟ نحط عليه الكراميل، ونحط عليه شويه الفستق الموجود. هنا بقى نعمل ايه؟ الكنافه. هنحط الكنافه بتاعتنا، والكنافه تكون متقطعه. وبعدين بصوا بقى على الجلاش. الله ينور الله ينور يا ياسي اهو. وناخد هنا السكر الباودر، ونقلب الخليط ده مع بعضه كده بايدينا، نفتته كده. تمام، الله ينور اهو، الله ينور عليكم يا جماعه والله. ونجيب الصينيه بتاعتنا برضو، ونفرد فيها، نفرد فيها الكنافه زي ما انتم شايفين، ونضغط عليها نخليها متساويه. بصوا بقى انا حاطط سكر بودر عشان تبقى متماسكه، وكمان السمنه بتاعتنا عايزين تزودوا سمنه برضو مفيش مشكله، لكن احسن حاجه ان احنا ما نزودش سمنه، ونحط في الصينيه بتاعتنا كده، ونفرد الكنافه كلها. تمام كده اهو. وبعدين نضغط عليها بصينيه ثانيه عشان تطلع معايا متساويه زي ما هوريكم دلوقتي. يعني انا عامل قبل الهوا اتنين، وهنضغط عليها بالايد الاول كده عشان نسكن الحتت دي كده. زي ما قلت لكم المدلعه هي عباره عن بسبوسه وكنافه بس وكريمه، مفيش ابسط من كده. ونضغط كده. تمام، الضغطه دي بتسكن معايا الكنافه بتاعتنا وتخليها بالشكل اهو اللي احنا عايزينه. وهندخل الفرن لغايه ما تستوي معايا الكنافه
بعد كده بعد ما بتستوي معايا الكنافه بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي، باخدها اسقيها بالشربات وما انقلهاش، ما اشيلهاش دلوقتي خالص. بشيلها امتى؟ لما احس ان هي بردت خالص اقلبها على طبق هتشوفوها دلوقتي، سواء كانت البسبوسه او الكنافه، هندخلهم ان شاء الله. وهوريكم الكيك بتاعنا اللي احنا عملناه. اهو دي البسبوسه. وهنا الكنافه. وعشان لا هنا بيكنج باودر ولا الحاجات دي احنا مش خايفين، ممكن ابدل بعد كده اللي فوق تحت واللي تحت فوق. تمام؟ مفيش اي مشكله. لغايه ما تستوي معانا تاخد اللون الجميل ده، همسح بس هنا لان احنا عارفين الحاجات اللي فيها قطع صغيره كده. جميل. هنا ده شكل الكنافه. الديسك بتاعنا حوالي نص سنتي، وده شكل البسبوسه بتاعتنا. كل حاجه بنعملها قدامكم زي ما قلت على الطبيعه. ده الاساس، ده الاساس بتاع اهو، ده الاساس بتاع المدلعه. بنعمل ايه بعد كده؟ انا بس عايز اطلع بقى دلوقتي كمان الكيك بتاعنا بعد ما استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصوا يا جماعه، احلى كيك ممكن تشوفوه من غير بيض بمنتهى البساطة. هنشيل الفورمة دلوقتي هيطلع معانا زي الفل، والفورمة دي هنشيلها برضو تطلع معانا زي الفل. نسيت اقول لكم ان الفورمة الصغيرة انا حاطط فيها حتة بلاستيك فيلم. بلاستيك ليه بقى؟ علشان اما اجي اشيلها تطلع معانا بمنتهى البساطة. جميل. يلا بقى نركب مع بعض. نركب. يلا بقى نركب مع بعض المدلعة. في ناس بتحط البسبوسة تحت وفوقها الكنافة، وفي ناس بتحط الكنافة تحت وفوقها البسبوسة، زي ما تحبوا، دي فوق ودي تحت. بس عايز أثبتها. أثبتها إزاي؟ باخد شوية من الكريمة كده أهو، ونحطهم ببساطة كده ونفردهم عشان نثبتهم. مش كمية كبيرة، مش كمية كبيرة. طب تنفع الكريمة دي كريمة لباني مخفوقة؟ آه. تنفع كريم شانتيه؟ آه. كل اللي أنتوا عايزينه اعملوه عادي جدا. أنا بس عشان ما تتحركش معانا بثبتها كده بشوية من الكريمة دي. وبعد كده نجيب بسم الله الكنافة، نحطها على الوش ونضغط. بعد ما ضغطنا الضغطة دي هنيجي ناخد عليها بقى شايفين الكريمة من على الوش. أنا لسه هفردها. لسه هفردها، ما تستعجلوش. بناخدها زي ما قلنا نفرد كده. أنا طبعًا حاطط روزيتا مشط علشان تبقى سهلة في الفرد معانا. بصوا بقى، ممكن أحط كمية من الكريمة على طول بالسباتولا. آه. لكن عارفين بقى لما تبقى الحاجة كده متساوية هتطلع معانا شكلها أحلى. أهو. تمام كده. جميل. بصوا بقى احنا كده بعد ما خلصنا، واحط في الحتت الفاضيه دي، لسه هفردها معانا بالسباتولا ونقول بسم الله. بعد ما بنفرد ونساوي خالص بنعمل ايه بقى؟ عندنا الفراوله اللي احنا قلنا عليها المركزه، هعملها لكم قريب قوي. يعني بجيب نص كيلو من الفراوله متقطع، بحط عليه كوبايه سكر، يغلي غلوتين. بعد ما بيغلي باخده اضربه في الخلاط واصفيه، بيبقى دي الفراوله المركزه اللي انا بتكلم عليها. شايفين بقى؟ واساوي هنا الحروف كلها. وبعدين زي ما قلنا نجيب بقى الفراوله بتاعتنا، نقطع كده في الكيس حته، وناخد بسم الله كده. هي دي المدلعة، بسيطة لذيذة طعمها حلو قوي. فيها طبعا نوعين من الحاجات احنا بنحبها، اللي هي البسبوسة والكنافة، وبعدين الكريمة وصوص الفراولة اللي احنا عملناه ده. وبنجيب خلاية ونمشي كده
في الاول اهو، انا بوريكم بس ان احنا بنمشي الاول كده، وبعد كده ناخد عكس، تمام، وناخد العكس في النص. هي دي احلى مدلعه واسرع مدلعه ممكن تعملوها. بعد ما عملنا المدلعه هنيجي هنا عشان برضو نفنش مع بعض اهي، خليها هنا عشان نشوفها، ونيجي هنا زي ما قلت لكم الخليط بتاعنا او الحاجه بتاعتنا اللي هي التارت الجلاش، شويه من الكريمه كراميل عشان اهو شايفين بقى، باي طريقه عشان نشرب الجلاش بتاعنا بعد ما استوى معانا بالشكل ده. طبعا اللي عايز يرفعها من هنا لازم يستنى عليها تبرد شويه. كل اللي انا هعمله تاني هحط عليها شويه كمان من الفستق جواها، ومش هعمل اي حاجه تانيه، وادي الكيك بتاعنا طلع معانا. يعني احنا طلعنا كل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها النهارده بمنتهى البساطه، وكمان زي ما قلنا هناخد فستق اهو من هنا في الحروف. بجد لازم تجربوها، يعني حاجة كده مشهية جدا وطعمها حلو قوي. النهاردة كان يوم للحلويات مميز بجد، لازم تعملوهم وتجربوه وتبعتولنا زي ما قلنا على صفحتنا اللي دايما بتظهر قدامكم على الشاشة. طيب ده وادي الكيك بتاعنا طالع معانا زي الفل، وكمان هنا المدلعة كل الحاجات عملناها. هنستأذنكم ناخد فاصل، بعد الفاصل هنرجع نوريكم كل الحاجات اللي عملناها وتستمتعوا بشكلها، ورجاء نفذوها وصوروا لنا وابعتوا لنا علشان ننزلها على صفحتنا صفحة الحياة تي في. ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عملنا مع بعض المدلعة وعملنا كمان كيك بدون بيض، وعملنا تارت جلاش بالكراميل وكمان بالموز، روعة الروعة. زي ما بقول لكم دايما الحاجات اللي احنا بنعملها دي جربوها ولازم تبعتوا لنا على صفحتنا عشان خاطر نتواصل معاكم، ولكن جربوا وقولوا لي ارائكم، ان شاء الله حاجاتنا تعجبكم. زي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض، اشوفكم ان شاء الله على خير، السلام عليكم.